اللي حصل ندى كان عندها مجموعة الساعة 5، والدتها ما بتسيبهاش، والدتها راحت بتوصلها لغاية المدرس وبتسيبها وتيجي بعد انتهاء الحصة بتاخدها، يعني ما بتمشيش من المدرسة. فراحت توديها كالعادة، جه الغفير من على الباب قال لها لا، ممنوع دخول أولياء الأمور. طلعت ندى تاخد الدرس، في مفيش دقيقة لقت زمايلها نازلين، فبتسألهم في اللهم الندى فين؟ قالت له لا، ده الأستاذ محمد لغى الحصة، أستاذ محمد لغى الحصة ما بلغش أولياء الأمور. فقالت له طب فين ندى؟ ما شفناش ندى الأولاد. أنا آسف، مجموعة مدرسية، مجموعة مدرسية الساعة 5 مساء، يعني بعد انتهاء اليوم الدراسي، فمجموعة راحت الأولاد نزلوا من ناحية وندى طلعت من ناحية. فالحصة في الدور الثالث، لقيت ولد واقف عنده 15 سنة تقريبا أو 16 سنة، والأولاد اللي نزلوا شافوه. فقال لها قال لها ده المدرس فوق في الدور الخامس. هو عارف اسمها؟ قال لها يا ندى؟ كان لا، ما قالهاش ندى، قال لها الأستاذ محمد في الدور الخامس. هو شافها فكده، يعني مش مع سبق الإصرار والترصد، يعني هو شافها بالصدفة، بالصدفة فسولت إليه نفسه. أيوه بقى. فقال لها قال لها الأستاذ محمد في الدور الخامس بيدي الحصة فوق. فالبنت طلعت الدور الخامس، الولد مسكها وهي يعني عبارة عن عظم ماكسي جلد. أنا مرصاص. عندها كام سنة؟ 10 سنين. طبعا احنا يا جماعة حرصنا ان احنا ما نستضيفش ندى، يعني بخلاف بعض البرامج، يعني احنا ما حبيناش ان احنا نعرضها للموقف ده، ما حبيناش ان احنا يعني نستغل محنتها، بس حبينا ان احنا بقى نعرف مشكلتها من خلال يعني استاذ ايمن خالها. يعني وسائل الاعلام هل حاولت تستضيف ندى شخصيا؟ برامج كتير اتصلت بينا وكده، لكن ما استضافوهاش فعلا. لا، احنا حتى ما يعني حاولناش. احنا قررنا ان حضرتك انت اللي تيجي، لانه عندنا مبدا انه مش عايزين البنت نفسها تطلع عشان ما يبقاش انتهاك ليها. يعني هو انتهاك بشده ان احنا نجيبها هي شخصيا. الولد شالها ورماها على الارض، قلعها الكوتشي. في اللحظه دي انا عندي والدتها بتخاف عليها قوي، فقالت له بنتي الاولاد نزلت، يعني الموضوع بالظبط خد دقيقه دقيقه ونص. فوالدتها طلعت يا ندى يا ندى، الولد سابها وجري. الولد سابها وجري. ده في الدور الخامس حضرتك؟ في الدور الخامس. يعني والدتها بدأت تزعق من الدور الثالث، الولد سمع صوتها ساب البنت وجري. اشراف المجموعات الاستاذ محمد هو اللي كان موجود، والغفير قال لك احنا دورنا على الولد، بس الولد اشراف للمجموعات في اللائحه المنظمه للمجموعه، مدرس المجموعه في اشراف. طيب معلش خلينا نسمع القصه وبعدين نتناقش في الموضوع ده. ده حصل داخل اسوار المدرسه، داخل المدرسه، جوه المدرسه، جوه المدرسه. الولد بقى ده دخل ازاي؟ شاب ده مين؟ المدرسه فيها من كيجي لغايه ثانوي. ده طالب يعني؟ مدرسه تجريبي. هم قالوا لا مش طالب. واتضغط عليا في المدرسه عشان ما اعمل، لان هي اتصلت بيا، انا جيت قلت لهم مش هتنقل من المدرسه غير لما تيجي الشرطه تاخدني. طب هو دخل ده لو مش طالب، هو دخل المدرسه ازاي؟ يعني حتى لو بعد انتهاء اليوم الدراسي، احنا لسه وقت مجموعات مدرسيه، وحتى لو ما فيش مجموعه، هو مش المفروض حد غريب يدخل اسوار المدرسه؟ هقول لحضرتك، بقول لك والدتها بتخاف عليها من الهوا. يعني هي طلعت قبليها بيوم وصلتها لغايه المدرس وطلعت خدتها. المسؤول عن المدرسه قال لها لا، ممنوع اولياء الامور تطلع. طب ده دخل ازاي لو مش طالب؟ لو ده مش طالب في المدرسه دخل ازاي؟ اداره المدرسه بتقول لا، احنا طلابنا كويسين ما يعملوش كده. طب ده جه منين؟ بس الحمد لله ندى، الحمد لله ندى سليمه، سليمه 100%، بس هي تعرضت للمحاوله ولكن وكرهت الدراسه وكرهت المدارس. احنا هنتكلم على الاثر النفسي طبعا. في المدرسه حاولوا ان هم يخلوني ما اعملش محضر، اصريت ان انا اعمل محضر في الاسم، وده يعني كل واحد يمسك. طب احكي لي ايه اللي حصل بالظبط. طب احكي لي، حكت القصه اكتر من 7-8 مرات. الولد ده ممسوك دلوقتي، مقبوض عليه الولد ده؟ لا طبعا. لا، هو هرب. هرب وافرجوا عن ال ازاي هرب؟ مش هو جوه سور المدرسه؟ فين الامن؟ فين الغفير اللي هو منع والدتها؟ قال انا طلعت ادور فوق، فالولد نزل من السلم الثاني ومشي، والباب كده بتاع المدرسه مفتوح على مصراعيه، الولد يمشي يدخل
ويمشي يجري وزي الفل. يقول لك ممكن يكون نط من فوق السور. الله، هي دي المدارس، هي دي. طيب عاوز اروح لاستاذ محمد.